السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم، وهنشوف دلوقتي موضوع الكيرتين وول في قلب برنامج الريفت. ممكن أقول له هنا وول واختار وول أركتكتشر وأبدأ أبص كده على أنواع الوول، هلاقي البيزك وول وبعد كده الكيرتين وول وبعد كده ستاكد وول. ستاكد وول دي لو عندي كذا نوع من أنواع الحوايط عايز أعملهم في حيطة واحدة. طيب هقول له هنا أنا عايز أرسم الكيرتين وول، التلاتة دول بالشرط تلاقيهم تلاتة، ممكن واحدة بس كفاية. هنا دي كيرتن وول بتبقى فاضية مش مرسوم فيها حاجة، هنا بيبدأ يحط اللي فيها بعض التفصيل، هنا بيعملها ستور فرونت بيبقى فيها تفصيل، نقدر يعني نعدل في كل واحد فيهم لحد ما توصل للتانية مفيهاش مشكلة خالص. خلينا نختار العادية خالص اهي ونرسمها بالشكل دوت ونشوفها في ال 3D، هيئة 3D. طيب ممكن ترسم الكيرتن وول بطريقة مانوال، فتقول له مثلا أنا عايز أرسم الكيرتن جريد، ده اللي هيساعدك في الرسم، فتقول له أول سيجمنت تمام اهوت. لاحظ إن هو بياخدها من أول لآخرها أو وان سيجمنت، فممكن تاخدها كده جزء واحد أو أول إكسبت باكيت، يعني هاخدها من أول لآخرها ما عدا الحتة ديت فتستثنيها وهكذا. طيب ممكن بقى نعملها بشكل اوتوماتيك. طيب ممكن تقول له هنا انا عايز ديت، وتقول له هنا تدخل بقى في الايديت تايب، وهنا بيقول لي الفيرتيكال جريد، هو هنا اعملها نون، فاقول له انا عايز افكسد ديستنس يعني مسافات ثابته من واحده واحده متر ونص تمام. فلو قلت له ابلاي هيبدا يفهم لي مسافه بينهم متر ونص. طيب ممكن اقول له هنا انا عايز فيكسد ديستنس او fixed number يعني العدد بتاعهم ثابت. طب هنا عملها لي مانيش ان انا اعدل فيها ليه، هقول له اوكي واجي هنا من بره وهلاقي ان هو كاتبها لي 4، ممكن اخليها 5. طب ليه خلاها هنا؟ لان دي انستنس، يعني لو انا عندي اكتر من كيرتن وول اقدر اخلي كل واحد فيهم ليها رقم مختلف. هنا انا بديله ارقام فحسب الطول بتاعها ممكن اخلي العدد بتاعهم يكبر او يصغر زي ما انا عايز، فهتبقى فيختلف. انما الفيكس ديستنس هديه مسافه ثابته متر ونص متر ونص متر ونص، فديت ثابته في كله فعشان كده خليها. طيب هنا ماكسيمم سبيس اقصى رقم معين، مينيمم سبيس اقل حاجه ممكن تحصل عليها وهكذا. حاسس ان هو بيحاول يعدل المسافات اللي ورا. طيب ممكن برضو لو جيت هنا شايف ديت هتدوس عليها وتقول له بقى ده انا عايز اديها ميل شويه، يعني مثلا خليها 54 بالشكل دوت، وتيجي هنا برضو تديها 54 فيبدا يعملها لي بالشكل دوت. ممكن تعمل سيلكت كده هتلاقي هنا ده الكيرتن وول، وتقول له فلتر وتقول له انا عايز البانل تمام. هنا ده النوع دوت ممكن تقول له انا عايزها امتي بقى كده مفرغه تمام. طيب لو انا علمت عليه قبل كده ممكن تروح معلم على دول وتاخد الخطوط اللي هي اللي جوه ديت الجريد تمام، هي تقدر تديها نوع مختلف. ممكن نقول له هنا من اركتكتشر انا عايز اضيف ميلينيوم، وتبدا تضيف اول جريد لاينز تضيفهم كلهم بشكل واحد، فاضاف لي الميلينيوم بالشكل دوت. دلوقتي بخليني اقول له اعمل سيلكت على كله فلتر واقول له انا مش انا عايز البانل بس اهوت، واقول له خليها امتي فتظهر لي بالشكل دوت، فتبقى انت عملت شكل مثلا زي شكل مشربيه او اي شكل في الجدار الخارجي فتقدر تستفيد منها بالشكل دوت على سبيل المثال يعني. ممكن برضو اعمل سيلكت مثلا على جزء هنا دوت وادوس هنا والاقي عندي هنا سيلكت مينيمم اون جريد لاين، فيبدا يختار لي الجريد لاين كله الخط ده من اول لاخر تمام. ممكن اقول له لا ده انا عايز ديت، وتدوس هنا وتقول له سيلكت مينيمم اكروس جريد لاين، فتبدا يجيبها لك كروس اللي هي الحاجات اللي موازيه ليها. ممكن اقول له انا عايز سيلكت على دوت واقول له سيلكت مينيمم الفيرتيكال جريد، فيبدا يجيب لي كل الفيرتيكال جريد تمام، او اقول له سيلكت ميلينيوم
ده انا عايزها هورزونتال، ده انا عايز الانر، انا عايز الداخلي بس. مثلا الداخلي عايز تغير النوع بتاعه، فتقدر تغير النوع بتاعه للشكل دوت، يبقى انت خليت الداخلي ليه شكل والخارجي ليه شكل وهكذا، فبيبقى ليك قدرات في التحكم بتاعك. البوردر انا عايزه لوحده وهكذا. ممكن تعمل سيلكت وتقول له انا عايز ده كونتينيوس هو اللي يكمل، انا عايز هو ده اللي يعمل فيه بريك، يبقى فيه هو ده اللي واقف هنا بالشكل دوت. تقدر تختار مثلا دوت وتقول له انا عايز اضيف او اشيل السيجمنت، تمام، فتقول له الغي لي الحته ديت، بحيث ان انت تقدر تعدل في شكل الجريد زي ما انت عايز.